ماذا تعرف عن جزر لانجرهانس؟ تقع جزر لانجرهانس داخل البنكرياس وتتكون من مجموعة من الخلايا المختلفة والمجتمعة والتي تعد جزءا من جهاز الغدد الصماء، وأطلق عليها هذا الاسم بعد أن اكتشف وجودها العالم الألماني بول لانجرهانس لأول مرة سنة 1869، حيث تظهر هذه الخلايا على شكل جزر صغيرة عند فحصها تحت المجهر. وفي الحقيقة يحتوي البنكرياس البشري الطبيعي لدى البالغين على ما يقارب 1,000,000 جزيرة صغيرة، ويقدر وزن هذه الجزر المنتشرة في جميع أنحاء نسيج البنكرياس ما يقارب غراما واحدا فقط. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 75% من جزر لانجرهانس هي خلايا بيتا المسؤولة خلايا بيتا عفوا المسؤولة عن إنتاج هرمون الأنسولين، وتتمركز هذه الخلايا في منتصف الجزيرة تاركة المجال للأنواع الأخرى من الخلايا على الأطراف. أما عن وسائل اتصال جزر لانجرهانس مع خارجها، فتتمثل بوجود واحد أو اثنين من الشرايين الصغيرة والتي تتفرع إلى شعيرات دموية تقوم بالاندماج مع أوردة صغيرة خارج الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجزر تتم مراقبتها والتحكم فيها من خلال النهايات العصبية اللا إرادية في الغالب. تتبع خلايا جزر لانجرهانس إلى الغدد الصماء أندوكرين كما ذكرنا، وذلك لأنها تقوم بإفراز الهرمونات وإطلاقها مباشرة إلى مجرى الدم وليس عبر قنوات خاصة بها. وتجدر الإشارة إلى أن الأوعية الدموية الصغيرة التي تحيط بجزر لانجرهانس تلعب دورا في تسهيل إفراز هرمونات هذه الجزر إلى مجرى الدم بشكل مباشر، الأمر الذي يتيح إيصال الهرمونات إلى خلايا أخرى بعيدة عن هذه الجزر، وذلك بهدف التأثير فيها وتحفيزها للقيام بوظائف محددة. وبالإضافة لاعتبار البنكرياس جزءا من جهاز الغدد الصماء، يعد أيضا جزءا من الجهاز الهضمي، وذلك بسبب وجود خلايا الغدد خارجية الإفراز إكزوكرين، والتي تزيد نسبتها عن 90% من مجموع خلايا البنكرياس. وهذه الخلايا مسؤولة عن إفراز الإنزيمات الهاضمة للطعام عبر القنوات الخاصة بالبنكرياس إلى الأمعاء الدقيقة. يعتبر الهدف الأساسي لجزر لانجرهانس إنتاج هرمون الأنسولين وغيره من الهرمونات الضرورية لعمليات أيض وتخزين سكر الجلوكوز والأحماض الأمينية والدهون الثلاثية. وفي الحقيقة هناك مجموعة مختلفة من الخلايا التي تنتمي لجزر لانجرهانس، وتختص كل منها بإنتاج نوع محدد من الهرمونات، ويبين الجدول التالي أهم الخلايا مقترنة بأسماء الهرمونات التي تنتجها. لنتحدث الآن عن هرمونات جزر لانجرهانس. يمكن بيان الوظائف الرئيسية لهرمونات جزر لانجرهانس فيما يأتي. الجاسترين يساعد هرمون الجاسترين في عملية هضم الطعام، وذلك من خلال تحفيز المعدة لإنتاج الأحماض اللازمة للهضم. الجلوكاجين يتعاون هرمون الجلوكاجين مع هرمون الأنسولين للحفاظ على سكر الجلوكوز في الدم ضمن المستوى الطبيعي. الأنسولين يقوم هرمون الأنسولين بتنظيم مستوى السكر في الدم. السوماتوستاتين يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على التوازن في مستويات سكر الجلوكوز والأملاح في الدم في حال ارتفاع تركيز هرمون الأنسولين والجلوكاجين، وذلك من خلال التحكم في إطلاق وتحرير هرمونات أخرى في الجسم. ومن هذه الهرمونات الأنسولين والجلوكاجين وهرمون النمو. البيبتيد المعوي الفعال في الأوعية. يتحكم هرمون البيبتيد المعوي الفعال في الأوعية بمستوى الماء الموجود داخل الأمعاء، وذلك عن طريق التحكم في إفراز خلايا الأمعاء للماء. وعند تحفيز هذا الهرمون خلال الأمعاء وعند تحفيز هذا الهرمون خلايا الأمعاء لإنتاج الماء، فإنه قد يتسبب بمعاناة الشخص من الإسهال. ومن جهة أخرى، فإن هذا الهرمون مسؤول عن تحفيز عملية تحطيم الجليكوجين المخزن في الخلايا، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم.
عديد البيبتيد البنكرياسي. يقوم هذا الهرمون بتحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء وتثبيط حركة الأمعاء. هناك بعض المشاكل الصحية التي ترتبط بجزر لانجرهانس، ويمكن بيان بعض منها على النحو الآتي: أولا، السكري والأورام الخبيثة.